اهلا بكم، وكنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مخصكم حتى خالي ان شاء الله بارطاج جديد، واحد الفيديو جديد غنتقاسم معكم واحد جوج وصفات لي ساهلين بزاف، يعني اللي تقدروا نقدر نطيح عليكم افكار بها وتقدر تعاونكم ان شاء الله. هذه واحد الوصفه الاولى اللي هي عباره عن زبده ديال التفاح، يعني واحد الزبده اللي كنقدروا ندهنوا بها الخبز الا بغينا اولا ندخلوها في بزاف ديال الوصفات. غنحتاجوا واحد ثلاثه ديال التفاحات، قطعتهم طريفات صغار، قشرتهم قطعتهم طريفات صغار. غادي نزيد عليهم واحد معلقه كبيره ديال الخل التفاح، الا ما عندكمش خل تفاح تقدروا تزيدوا شي حاجه اخرى. وغادي نزيد واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الماء، تقدروا ديروا تكسر، تقدروا ديروا تر من 4 حتى 6 المعالق، وما تفوتوهاش، ما تفوتوا 6 المعالق ديال الماء. وغادي نديرها فوق عافيه مهيله مده 20 دقيقه باش هذاك التفاح، هذوك الطرف ديال التفاح يطيبوا لينا. من بعد ما طاب ليا هذاك التفاح غادي نديرو في واحد الميكسور باش يلا نطحنو كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد العسل، اولا غادي نزيد سيرو داغاف ولا سيرو ديغاف على حسب نتوما شنو غاديين شنو عندكم، اولا زيدوا اي العسل الا كان عندكم، عسل الليمون مثلا. المهم عينكم ميزانكم. انا غادي ندير تقريبا جوج المعالق كبار، بغيتوا ديروا كثر ديروا. المهم انايا ما كنكثرش في ما كنقدش على شي حاجه حلوه بزاف، صافي تعودت. ومن بعد غادي نزيد الزبده، البور دو كاكاويت، حيت هي اللي عندي، ولكن نورمالمون كيدار بالزبده ديال اللوز، كتجي احسن بكثير. هذه وصفه كنديه، نورمالمون تيديروها بالزبده، زبده حيوانيه. المهم انا زبده حيوانيه ما كنديرهاش. اللي عنده حساسيه من هذا الشيء ديال من اللوز او من هذا اللي في خويسك، يدير زبده حيوانيه، يدير زبده بلديه، يدير شي حاجه مزيانه، غيدير غير معلقه صغيره، ما ديروش بزاف. حتى دابا الزبده ديال لابيتوا دو بور دو كاكاويت انا درت غير اون بوتيت كويير، وزدت هذاك الزيت ديال الكوكو، زدت تقريبا جوج المعالق صغار، تقدروا تزيدوا حتى اكثر، تزيدوا ديروا حتى ثلاثه المعالق. وغادي نديروا شويش ديال الملحه، ان تو بتي بو، نورمالمون خصني نزيد حتى القرفه، الا كانوا عم بغيتوا تزيدوا دي زيبيس اخرين زيدوهم. القرفه ما كتعجبنيش فيها بزاف، دونك خليتها بلاش. ونورمالمون خاصها تزاد حتى شويه ديال النكهه ديال الفاني، يعني المستخلص ديال الفاني هذاك اللي تيكون ناتوريل، ما عنديش دونك ما درتوش. الا عندكم ديروه وصافي، وكطحنوا كطحنوا مزيان حتى كتولي ليس، كتولي بحال الزبده. هي ملي كديروا فيها زبده ديال اللوز كتجي بحال الزبده زبده. انا درت فيها هاد بور دو كاكاويت، يعني صافا ما جاتش بحال هذيك، بحال المظهر ديال الزبده 100%. ولا درتو فيها الزبده بلديه اونكور بلوس، كتجي فريمون كتجي بحال الزبده، وكيجي حتى المذاق كيجي حتى هو زوين. دونك اللي عند اللي متبعين شي حميه اخرى، بحال دابا اللي متبعين الحميه ديال النظام الباليو مثلا، يقدروا يديروا الزبده بلديه لانه ممنوع عليهم اللي في خويسك. الا كنتو ولا كان عندكم حساسيه ديروا زبده حيوانيه، زبده بلديه. الا ما الا كنتو زعما بحال الزبادي ديال الحيوان، يعني الزبده بلديه ولا هذا كضركم، بلاش سي با لابين، ديروا كيف ما درت انايا. انا كنرتاح في هذا، انا لو سيستم ديالي بحال هذا. المهم شوفوا نتوما على حسب. الوصفه الثانيه اللي هي عباره عن كيك سون غلوتان، شنو درت فيها؟ درت فيها واحد الزلافه، انا غنكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالتدقيق. درت فيها واحد الزلافه، جمعت فيها واحد الخليط ديال الدقيق، درت فيها الدقيق ديال الحيطه السوداء اولا فارين دو سارازان، وهاد فارين دو سارازان عزيز عليا بزاف، انا كنرتاح فيه، كناخذو من هاد التعاونيه هادي، ما بعيداش عليا بزاف. المهم كيعجبني داكشي ديالهم، وهاد سارازان راه كاين، راه موجود، الحنطه السوداء الفرين ديالو راه موجود، كيديروا بزاف ديال التعاونيات. وخلطته مع دقيق لي سون غلوتا، حتى هو ما بقاش عندي، لا داك الكرتونه ديالته ما بقاتش عندي، دونك باش نوريه لكم. المهم ديروا اي دقيق سون غلوتا. واحد زلافه اخرى خلطت فيها الخروب
مع الدقيق ديال الخروب مع سميتها مع الكاكاو، كاكاو بيغ اللي ما مخلط بتا شي حاجه. وعندنا تقريبا واحد نص كاس هكاك ديال الزيت ديال الكوكو، تقدروا ديروا اي زيت اخر على حسابكم نتومايا، وفيها شويه ديال الخل التفاح، شويه البيكربونات دو سود. دونك غنشد واحد لو بول وغادي ندير فيه هاد نخلط فيه هاد الدقيق، هذا الدقيق ديال سارازان مع الدقيق اللي سون كلوتان بجوجهم، نخلطهم مزيان. بالمناسبه جاوني بزاف بزاف ديال لي ميساج، تقريبا اكثر من 100 ميساج اللي جاني سواء في الايميل ديالي سواء في انستغرام. مي درت هذيك لا فيديو ديال على لا مالادي دو باز دو، يعني ديك لا مالادي اللي ديال المرض المناعي، ملي هضرت على تسرب الاماء جاوني بزاف ديال لي ميساج. كاين اللي بدا وكاين اللي مشى كيقلب على النظام باليو وبدا كيطبقوا، وكاين اللي ما كانش خبارو بان خاصو يحيد الجلوتين وكان فريمون تيعاني وحيدوا الجلوتين وحسوا بواحد الفرق كبير. وكاين اللي بدا النظام بالباليو اللي مشاو تيقلبوا عليه وفهموه مزيان وبداو، والمفاجاه ان الالتهاب انخفض بزاف، مضادات الاجسام انخفضوا بزاف، والغده الدرقيه هذيك النشاط ديالها هبط بزاف. وكاينين بزاف اللي تواصلوا معايا اللي عايشين برا واللي اللي خدموا بهذوك المكملات اللي قلت عليهم، خاصه بهذوك التقاطر اللي كيخفضوا من نشاط الغده الدرقيه. انا فرحت بزاف صراحه، فريمون جيتي فريمون تري 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 زيمي، فرحت بزاف بزاف ليهم. الحمد لله اللي قدرت انني نعاون، والحمد لله اللي الحمد لله اللي ولاو هاد الناس ولاو لاباس وعرفوا الطريق اللي خاصهم يمشيو فيها، سي اون تري تري بون شوز. ومازال ان شاء الله غادي نكمل على هذيك لا فيديو، انا مازال ما كملتش الحديد ديالي على تسرب الامعاء، مازال غادي نكملو. المهم نرجعوا لهاد الكيك، هادي زدت فيها كيف ما شفتوا في لا فيديو، زدت فيها واحد نص كاس ديال هذاك الزيت اللي هضرت عليه ديال الكوكو، زدت كذلك معلقه ديال الخل التفاح او ميم طون تنحرك مزيان. غادي نزيد هنايا البيكربونات دو صوديوم، غادي نزيد غير واحد شي شويه حيت ملي كدرسو بزاف كتمرر كيجيو داك المذاق فريمون مر ديال هذاك ديال هذا الكيك. هذا الكيك راه ما كيشبعش الكيك اللي راكم عارفين اللي كنا كنديروه شحال هادي، راه لا يشبهه لا من قريب ولا من بعيد، ولكن كيجي زوين صراحه، كيجي من داك الشيء رفيع. غادي نزيد هنايا سيرو ديغابل نورمالمون، هادي فيها لو سوكر رو، السكر الاسمر، ولكن انا ما بغيتوش ما كنديروش. غادي نزيد غير سيرو ديغابل بركه، تقدروا تزيدوا العسل، عينكم ميزانكم، شوفوا نتوما شحال بغيتوا. المهم ما تكثروش وصافي، هادشي اللي نقدر ننصحكم. هنايا زدت كيف ما شفتوا 4 المعالق صغار، الله يجعل شي بركه. ومن بعد غادي نزيد الماء يكون سخون، ماشي واصل للغليان، ولكن يكون سخون مزيان، باش يلا نقدر نجمع هذيك الخليط ديالنا لي دو فارين، سواء لا فارين ديال سارازان مع لا فارين ديال سان غلوتان، وكذلك الخروب. كثروا الخروب مخير بزاف الجهاز الهضمي ومزيان لينا بزاف، خاصه في فتره ديال الشتاء، فتره ديال اللي تيكون فيه المناعه كتكون ناقصه شي شويه. المهم كنبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على خليط ديال الكيك وباش يلا ندخلوا الفران ان شاء الله. قبل ما ندخلوا الفران نزيدوا واحد شي شويه ديال الملحه، ملحه ديال الهيمالايا، قبصه ديال الملحه باش يلا يعطينا شويه ديال البنه وشويه ديال المذاق. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم مقادير مضبوطه بالغرام في صندوق الوصف. نسيت ما صورتش لكم اللي درتها في المول، دخلتها الفران على 180 درجه لمده 25 دقيقه. من يلا طابت غادي نوجد السيرو درت فيه الماء يكون سخون، واحد شويه ديال الماء يكون سخون، ماشي بزاف، تقريبا ميم با واحد الكاس، غنخلي لكم بالغرام شحال. وغادي ندير فيه واحد معلقه ديال
الكاكاو كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير واحد المعلقه ديال لو سيرو ديغابل اولا لو سيرو داغاف اولا العسل. بغيتو ديروا كسر من معلقه ديروها، شوفوا نتوما اللي بغيتو. هذه هي الكيك ديالنا. غادي نشد واحد الفرشيطه وغادي نتقبها مزيان باش يلاه يدخل هذاك السيرو اللي وجدنا. من بعد ملي يلاه تقبتها مزيان غادي ندير هذاك نكب عليها هذاك السيرو اللي وجدنا كيف ما كتشوفوا باش يلاه تشرب مزيان. وكيف ما قلت لكم راها ما تتشبهش الكيك اللي كان اللي حنا عارفين، ولكن كتجي فريمون زوينه وكتجي اهم حاجه انها كتجي رطيبه وما تتقهمش وما تتقلش على المعده ولا على المصارن، وهذه اهم حاجه. من بعد غادي نصوب لا كريم اللي غادي نديرها فوقها. هذه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها هي هذيك، بغيتو ديروا شي حاجه اخرى لكم الاختيار. درت انايا هنايا واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو. هانتوما هذا هو الكاكاو اللي كنخدم به انا، كناخذو من اسواق السلام، اون تري بون مارك، ما مخلط حتى شي حاجه غير معدل وراثيا رائع، كناخذو من شحال هذه. وخاصكم دائما ديروا عينيكم عليه لانه ما تيبقاش دائما، ستوك دائما كيكون خاوي، يعني اون فوا تيتحط كدوز يوم يومين كياخذوه. وغادي نزيد على هاد الكاكاو اللي درت، تقدروا ديروا الخروب راه ما بقاش ليا، داكشي اللي بقى ليا درته في الكيك، الخروب غادي يجي كاع احسن. درت هذيك الزبده ديال التفاح درتها، وغادي نزيد هنايا البيغ دو كاكاويت. تقدروا ديروا اي، ديروا البيغ دو ديال اللوز، زبده اللوز، او لا تقدروا ديروا شي حاجه اخرى اللي نتوما شهوتكم فيها على حسب. المهم انا غادي ندير هذه شهوتي فيها، وهادشي اللي عندي، ما عنديش غون شوز اللي غادي نقدر ندير، نبدل شي شويه. وهاد لاكريم هادي فريمون كتجي زوينه، غير هو واحد الحاجه انا ما درتهاش، غربلوا هذاك الكاكاو باش يلا تجينا واحد لاكريم ليس، اولا هذيك اللي كنتو غديروا الخروب حتى هو غربلوه مزيان. انتما كتشوفوا ما جاتنيش فريمون ليس 100%. انا غنديرها فوق هذيك هذا الكيك باش غادي نطيلها مزيان بالموس. من بعد ما قديت هذيك لا كريم فوق الكيك، درت عليها شويه ديال الكوك. تقدروا ديروا اي حاجه كيف ما قلت لكم، تقدروا ما ديروا والو. هذا هو الشكل ديالها النهائي. كيف ما قلت لكم كتجي زوينه وكتجي هشيشه بزاف. انا غادي نقسمها وغادي تشوفوا، غادي تشوفوا الداخل ديالها كيفاش داير. هانتوما هنايا من يلاه قسمتها كتجي رطيبه هشيشه فوالا، يعني ما كتجيش منفوخه بحال الكيك اللي عارفين، ولكن المهم كتجي المذاق ديالها كتجي رائع. كنتمنى انني نكون عطيتكم فكره باش تنوعوا شي شويه وما تملوش، وكنتمنى ان هاد الوصفه تكون عجبتكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، السلام عليكم.